نظمت سفارة المملكة المغربية بالعربية السعودية اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 بالرياض حفل استقبال بهيج بمناسبة الاحتفال بالذكرى 25 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. وعرف هذا الحفل حضور شخصيات بارزة من بينهم أمراء وممثل الحكومة السعودية وأعضاء بمجلس الشور وسفراء الدول الشقيقة والصديقة وعدة شخصيات أخرى من عالم الأعمال والسياسة والإعلام. وشكل حفل الاستقبال الذي جرى في أجواء دافئة تعكس تميز العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية فرصة للمشاركين للتعبير عن أحر التهاني لجلالة الملك بهذه المناسبة السعيدة. وأكد سفير المغرب بالرياض الدكتور مصطفى المنصوري في كلمة له بهذه المناسبة أنه منذ اعتلائه العرش وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس دائما التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أهم أولوياته. وقال المنصوري إن العلاقات الأخوية بين المغرب والسعودية مبنية على الروابط المتينة والأخوية التي تجمع بين البلدين والعلاقات المميزة بين العائلتين الملكيتين. حابين ناخذ كلمة بسيطة بالمناسبة هذه الجميلة والعيد الجميل من سعادتكم. اليوم فعلا هو ذكرى غالية علينا وعلى الشعب المغربي، وهي ذكرى اعتلاء جلالة الملك على عرش أسلافه. فكانت لنا هذه المناسبة التقينا فيها أحبابنا وأصدقائنا ورجال الإعلام وبعض السفراء وكل الناس اللي عندهم علاقة قريبة من المغرب. فالحمد لله اليوم المغرب بفضل جهود جلالة الملك قفز قفزة نوعية كبيرة في جميع النواحي، البنيات التحتية والثقافة والعلوم إلى غير ذلك. فإحنا فخورين أننا نحتفل بهذا العيد اليوم وبين إخواننا وأحبابنا اللي جاوا زارونا وشرفونا. يعطيك العافية، شكرا لك سعادة السفير، وشكرا لك. الله يحفظك وشكرا جزيلا.